نحن آسفين يا سيدي يا رسول الله، نحن ما مشينا على نهجك، نحن مقصرين. الصحابة الكرام يلي مشوا بجيشك، يلي حاربوا معك، يلي رافقوك، نحن ما مشينا معك يا رسول الله ولا قاتلنا معك. في من الصحابة ما أدركوا شيء من مغانم الإسلام، ما شافوا إلا إيه نعم القتل والتعذيب، مع ذلك ثبتوا. طيب نحن بالنسبة إلنا وصلنا الإسلام على طبق من ذهب، طيب وين الإسلام فينا؟ مساجدنا الحمد لله عامرة مليئة، الموضعات، الإضاءة، التدفئة، التبريد، كل شيء جاهز فيها. طيب نحن ليش ما لنا جاهزين؟ نحن ليش مقصرين؟ نقرأ تعاليمك يا رسول الله لكن ما منطبقها. نحن منحب النبي عليه الصلاة والسلام، محبتنا لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كبيرة، لكن محبة عاطفية. يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، إيه نعم، إنه الإيمان حتى أكون أحب إليك من مالك أو ولدك، فما كان إيه نعم سبحان الله لما قال له الآن، قال الآن يا عمر نحن